بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد من سعود الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الابتدائيات. طبعا هذه الابتدائيات كائنات وحيدة الخلية شبيهة بالحيوانات من عدة نواحي، منها القدرة على الحركة، كذلك فهي مخلوقات مستهلكة أي غير ذاتية التغذية. طبعا تشمل هذه المجموعة مستهلكات أولوية أي كائنات تتغذى على النباتات، أيضا مستهلكات ثانوية أي تتغذى على الحيوانات أو الطفيليات. أيضا منها كائنات تسبب الأمراض للإنسان وللحيوان وللنبات. أيضا الابتدائيات تعتبر من فصيلة أو مملكة الطلائعيات البروتيستات، كذلك فإنها خلايا حقيقة النواة، صنفوها العلماء أنها خلايا حقيقة النواة. هذه أهم معلومات بسيطة جدا بشكل عام عن الابتدائيات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في الدرس لاحق وتكملة للدرس سلسلة الابتدائيات. نشوفكم إن شاء الله في الدرس لاحق.